كان انحيازي لشباب مصر في دعوتهم لانطلاق منتدى شباب العالم نابعا من يقين راسخ وإيمان صادق بأن الحوار وتبادل الرؤى وخلق مساحات مشتركة بين الرأي والرأي الآخر هو السبيل الوحيد لمواجهة أي تحديات تواجهنا. كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، وهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير. فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم. لعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل حدود الممكن.